المستشفيات تعج بجثث القتلى الذين تدفع بهم الميليشيات إلى محارق الموت، وقناص حوثي يقتل طفلة في تعز. تطهير عدة مواقع في لحق وتأمين مواقع في الظاهر والملاحظ بمحافظة الصعدة. ميليشيات الحوثي الإرهابية تقطع الاتصالات عن مدينة الحديدة استعدادا لارتكاب مزيدا من الجرائم. الثالثة والنصف بتوقيت صنعاء من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، مرحبا بكم. عشرات الجثث من الشباب والأطفال وأبناء القبائل الذين اتخذتهم الميليشيات وقودا لحربها تدفع بهم للتسلل إلى مناطق طهرتها المقاومة لإحراز انتصارات وهمية تستخدمها في إعلامها للتضليل وخداع مزيد من المغرر بهم لتدفع بهم إلى محارق الموت في مناطق باتت المقاومة الوطنية المشتركة والقوات الحكومية تحكم السيطرة على كل شبر تم تأمينه من ميليشيات الحوثي الإجرامية. قتلت ميليشيات الحوثي الإرهابية طفلة في مدينة تعز في إطار جرائمها المتواصلة في حق أبناء الشعب اليمني. مصادر محلية أكدت أن أحد القناصين الذين نشرتهم الميليشيات الحوثية في تعز قتل الطفلة رؤى أحمد قحطان البالغة من العمر 12 عاما أثناء مرورها بجوار صالة الروضة بحي زيد المشكي بالمدينة. وأكدت المصادر أن القناص أصاب الطفلة رؤى في الرأس بشكل مباشر أثناء ما كانت تقف أمام المنزل. وتعمدت الميليشيات قتل المئات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال وخلفت إعاقات برصاص قناصين. تعمدت الميليشيات نشرهم في مدينة تعز منذ بدء الحرب. تعج المستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بجثث قتلاها التي تعود من الجبهات المنهارة، خصوصا جبهة الساحل الغربي التي باتت المقاومة الوطنية المشتركة تحكم قبضاتها عليها. مصدر طبي في مستشفى الكويت بصنعاء أكد وصول أكثر من 1000 جثة لعناصر الميليشيات قادمة من جبهات القتال معظمها من جبهة الساحل الغربي خلال أسبوع واحد. وخصصت الميليشيات مستشفى الكويت لاستقبال جثث عناصرها التي تدفع بها إلى محارق الموت، مؤكدا أن جثث ميليشيات الحوثي والمصابين تملأ المستشفى. وكانت قوات المقاومة المشتركة بسناد من قوات التحالف قد بدأت في 13 من يونيو الجاري عملية تطهير مدينة الحديدة وتأمين مطار وميناء الحديدة الاستراتيجي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي عبد الكريم المدي. مرحبا بك يا عبد الكريم. أهلا أخي فارس بك وبالمشاهدين الكرام. كيف تقرأ إصرار ميليشيات الحوثي على الدفع بمزيد من المغرر بهم إلى محارق الموت يعودون بجثث هامدة إن كتبت لهم العودة؟ ميليشيات الحوثي راهنت على دماء اليمنيين وجازفت بدماء اليمنيين وكابرت بدماء اليمنيين تدفع بهم إلى المحارق الموت، وللأسف الشديد هناك من ينقاد وراء هذه الميليشيات أو في نفسه ما يزال بعض من المخاوف من هذه الجماعات. أنا في تصوري بأن ما حصل للميليشيات خلال الفترة القليلة الماضية منذ بداية انطلاق عمليات تحرير الساحل الغربي إلى اليوم بأنه رسالة كافية لليمنيين، رسالة كافية للقبائل، رسالة كافية للآباء، رسالة كافية للشباب الذين يندفعون مع هذه الميليشيات. من اتجه نحو الساحل الغربي وكثير من المعارك اليوم لم يعد إلا في الصندوق أو أشلاء أو لم يجدوه، وبالتالي أنا في تصوري بأن الجثث التي تملأ مستشفيات الحديدة، مستشفى الثورة، مستشفى العلوفي، المستشفيات الأهلية، مستشفيات حجة الأهلية والحكومية، أنا اتصل لي أمس أحد الأشخاص من حجة ويؤكد لي بأن مستشفيات المدينة في مدينة حجة ممتلئة عن بكرتها، المستشفيات الفرعية في كثير من المديريات والمراكز الصحية ممتلئة، مستشفى الكويت في صنعاء ممتلئة، مستشفى الثورة ممتلئة. نعم. المستشفيات تعج بالقتلى وتعج بالجرحى. هذا أنا في تصوري بأنه يجب أن يكون ناقص خطر لليمنيين، توقفوا عن إرسال أبنائكم إلى محارق الموت، المقابر امتلأت، لم يعد هناك حتى مقابر جاهزة لاستيعاب جثث الكهنوت الحوثي. الكهنوت الحوثي عمد على افتتاح مشاريع من يوم أن سيطر على العاصمة صنعاء، وكانت كل مشاريع المقابر، اليوم حتى لم يعد تقريبا قادر على افتتاح هذه المشاريع وتغطية الطلب المتزايد للمقابر.
أنا أتمنى بأن نطلع بمسؤولياتنا وبأن نتحمل مسؤولياتنا. طيب أخ عبد الكريم، معظم القتلى من أطفال لا يتجاوزون سن 15 والعشرين، كيف استطاعت هذه الميليشيا أن تقنع الآباء والأمهات بإرسال أبنائهم إلى جبهات الموت الحتمي؟ ممتاز سؤالك يا أستاذ فارس. الإجابة على هذا السؤال علينا أن نستعيد الذاكرة 3 أيام أو 4 أيام. أكدت معلومات موثوقة جدا من ذمار بأن الميليشيات ذهبت إلى بعض القرى في ذمار وبعض القبائل ودفعت للآباء المحتاجين، وهي عينات خاصة هنا جدا ونماذج يجب أن تكون نماذج تحتذى بها في لدى القبائل اليمنية، ويجب أن تتخذ هذه ناقص خطر للجميع، وأعطتهم من 40,000 ريال وأخذت أطفالهم مسلحتهم وتذهب بهم إلى معارك الساحل الغربي وتذهب بهم إلى معارك البيضاء ولم يعرف من هؤلاء الأطفال شيء. هناك فيديو نشر قبل يومين، نشرته القوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي، يوثق عشرات الأطفال، هناك 10 سنوات وهناك 9 سنوات وهناك 12 سنة لأطفال تم إلقاء القبض عليهم. 40,000 ريال لا يجب أن تكون ثمنا لأطفالكم يا أبناء اليمن، 40,000 ريال لا يجب أن تكون ثمنا لذممكم، لا يجب أن تكون ثمنا لتاريخكم، لا يجب أن تكون ثمنا لدموع الأمهات التي تذرف في كل بيت اليوم. نعم. بيوت اليمنيين في صنعاء وفي ذمار وفي حجة وفي عمران وفي كل مكان تذرف بسبب فقدان الأطفال، بسبب فقدان فرذات أكبادهم. أي مشروع ندافع عنه بهذه الطريقة وأي قيمة ندافع عنها؟ نحن في هذه الحالة أنا أعتقد نرتكب جرم كبير جدا، السماح للأطفال بالذهاب إلى إلى محارق الحوثي بهذه الطريقة، سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك عبد الكريم من يتحدث أن الميليشيات تفرض على القبائل بالقوة إرسال أبنائهم إلى حروبها العبثية وبالإكراه. نعم يا أخي فارس، هناك عملية خطف للأطفال وهناك عملية استدراج للأطفال من المدارس ومن مدارس الأيتام ومن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهناك عمليات ترغيب وترهيب، هناك عملية دفع أموال، قلت لك 40,000 ريال، هناك دفع أموال للأسف الشديد أنا أقولها عبر هذه القناة، إن هناك دفع أموال لبعض الشخصيات الاجتماعية من ضعاف النفوس الذين يقنعون الآباء ويقنعون الأمهات ويقنعون الأولياء الأمور من خلال دفع أموال لهم من ميليشيات الحوثي الكهنوتية للدفع بأطفالهم إلى المحارق. أنا أؤكد لك أي طفل يتجه إلى الساحل الغربي اليوم لا يعود، أي طفل يتجه إلى التحيتة، إلى الفازة، إلى الجراحي، إلى بيت الفقيه، إلى الجاحة الأعلى، إلى الدريهمي، إلى محيط مطار الحديدة لا يعود، هذا لا يعود إلا جثة إذا عاد. أشكرك الكاتب الصحفي عبد الكريم المدي، كنت معي عبر الاستديو، شكرا جزيلا لك. حظي الكثير من أسرى الميليشيات بمعاملة حسنة من إخوانهم في صفوف المقاومة اليمنية المشتركة، ما يؤكد على أن روابط الأخوة بين اليمنيين أقوى من مشروع الحوثي التمزيقي. الكثير من عناصر الميليشيات وقعوا في الأسر خلال معارك الساحل الغربي ليتفاجؤوا بالمعاملة الحسنة من قبل أبطال المقاومة المشتركة الذين تساموا فوق الجراح التي أوجدتها الميليشيات الحوثية وتعاملوا معهم كإخوة على خلاف ما كانت تروج له قيادات الميليشيات بأنهم إرهابيون وعملاء. الناطق باسم المقاومة الوطنية العقيد الركن صادق دويد أكد أن أسرى الميليشيات من المغرر بهم يظلون إخوة لهم ويحظون برعاية كريمة وفق ما يحتمه الدين الإسلامي ومعاهدة جنيف للأسرى والمواثيق والأعراف الدولية كافة. نعاملهم بما يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقانون الإنساني، هم إخوة في الأخير، هم يمنيين لكن مغرر بهم المسكن والمأكل والمشرب كما تعمل قواتنا وفي الأماكن التي تسكن فيها، ويعاملون كما تعامل قواتنا، يحظون أيضا بالرعاية الصحية. شعارات براقة ومبررات كاذبة ساقتها قيادات الميليشيات وما زالت بهدف استعطاف الكثير من العوام للقتال في صفوفها، لكن الحقيقة تكشفت أمام الكثير من المغرر بهم عند اشتداد المعارك،
وبأنه يلقى بهم وحيدين إلى التهلكة، فيما قيادات الميليشيات منعمة ومختبئة في أماكن آمنة. قالوا لنا أنتم مع الله، أنتم مع الله، وطرحونا هناك الله مشوا وقسوا بالفنادق وقسوا اللي هم مش في الكبار اللي هم يعني عملوا بصهم مشرفات، قسوا هناك بالفنادق، وهذا والأفراد هناك يعني تعبانين قوع مرضانين من القوع، واحد رأسه يقعه واحد كذا يعني، وهذه هي معاملتهم الحوثيين للأفراد الذين ينطلقون معهم، يتوجهون إلى بيوتهم ولا ينطلقوا مع الحوثي هذا. الفقر والظروف المعيشية الصعبة التي أوجدتها الميليشيات في البلد استثمرتها في الزج بالمحتاجين للقتال في صفوفها وجعلهم وقوداً لحروبها العبثية. أنا التابع لي من الحراث، يعني الحراث ما بش عمل ولا بشي في البلاد، كل شيء غالي، عمل ولا ما شاء الله ما قدرنا منهم شيء، عمل طيبة أنصح الباقيين أنهم لا عاد يسيروا واتفهم في المكت واتفنا احنا. المعاملة الكريمة التي لقيها المغرر بهم من إخوانهم في المقاومة المشتركة تدحض زيف الإدعاءات التي روجت لها الميليشيات واستغلتها في تمزيق النسيج الاجتماعي، كما تؤكد بأن مساعيها ستفشل أمام متانة روابط الإخاء وقيم التعايش والتسامح بين أبناء البلد الواحد. ينتشر الحوثيون بكثافة في نقاط على شوارع مدينة الحديدة، ويكثفون من التفتيش للمواطنين دون مراعاة العائلات أو المرضى وكبار السن. أفاد سكان محليون أن ميليشيا الحوثي نشرت عناصرها في نقاط تفتيش مستحدثة على امتداد عدد من شوارع مدينة الحديدة وبين السكان، وبين السكان أن الميليشيات تشدد في التفتيش وتطلب من المواطنين بطائقهم الشخصية وتقوم بتفتيش هواتفهم في انتهاك صارخ لخصوصيات المواطنين. وألفتوا إلى أن عناصر الميليشيا يقومون بتفتيش السيارات التي علمتها النساء وتفتيش حقائب النساء بصورة مهينة خارجة عن العادات والأعراف لمجتمعنا اليمني. تتعمد الميليشيات الحوثية التضييق على أبناء محافظة الحديدة وسكان المدينة في محاولة يائسة لإحكام السيطرة على المدينة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من التطهير. صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من عملياتها الإجرامية والقمعية بحق سكان محافظة الحديدة في وقت تعمد لعزل السكان والمدينة عن العالم الخارجي في ظل صمت دولي على أبشع الممارسات ضد حقوق الإنسان. وفي محاولة منها لاستثمار الورقة الإنسانية، منعت الميليشيات الحوثية عمليات النزوح باتجاه المناطق التي تم تطهيرها. شهود من نازحي الحديدة أفادوا بأن الجماعة الحوثية منعت النزوح نحو محافظة عدن، وطلبت منهم النزوح نحو صنعاء أو إب أو ذمار من أجل استقطابهم وحظهم على القتال في صفوفها مقابل ما ستقدمه لهم من مساعدات غذائية تقدمها المنظمات الدولية. وبحسب مراقبين حقوقيين وناشطين، فإن الميليشيات الحوثية تسعى إلى المتاجرة بمعاناة النازحين لدى المنظمات الدولية في سياق جهودها الرامية إلى وقف العمليات العسكرية التي تقودها قوات المقاومة المشتركة بإسناد من التحالف العربي لاستكمال تطهير مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي. وكانت عصابات الحوثي قد قطعت المياه عن معظم أحياء مدينة الحديدة جراء حفرها للخنادق العشوائية، كما أقدمت على قطع الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية نحو الميناء بالحواجز الأسمنتية والترابية في محاولة يائسة منها لمنع تقدم القوات المشتركة. وفي إجراء قمعي جديد أفاد السكان في أغلب مديريات المحافظة بأن الميليشيات الحوثية أمرت بقطع خدمة الأنترنت خشية فضح جرائمها ولتسخير الخدمة التي تسيطر عليها مركزيا من صنعاء من أجل أعمالها العسكرية ومنع السكان من التواصل فيما بينهم. هذا الإجراء الميليشاوي للحوثي يمثل استعدادا لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء. وينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في جبهة الساحل الغربية والحديدة الزميل عبد الوهاب. مرحبا بك أخ عبد الوهاب. أهلا وسهلا. ما الجديد لديك خلال الساعات الماضية؟
نعم الجديد من نصر إلى نصر وتمكين. أبطال المقاربة المشتركة من حراس الجمهورية وألوية العمالقة وألوية التهابة، الكل يقوم بواجبها الوطني تجاه هذه الميليشيات والشرذمة حفظها الله التي قتلت كل جميل. أبطال حراس الجمهورية وألوية التهابة تصدوا للتسلل لتلك الميليشيات شرقي منطقة بيت الفقيه الجاح، وتم التصدي لتلك التسللات التي تحاول تلك الميليشيات التسلل ظنا منهم لإيقاف تقدم الأبطال صوب ميناء الحديدة. التسلل سقط فيه عدد من تلك الميليشيات المحاولة للتسلل وأسر عدد آخر، بين القتلى من تلك الميليشيات قائد وحدة أو قائد مجموعة التسلل الذي يدعى أبو علي المراني، وتم فرعه وفرع عدد من تلك الميليشيات المحاولين للتسلل. أبطال حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد من الجهة الشرقية للجاح، وتم استدراج تلك الميليشيات ووضعهم في كماشة وتم أسرهم وقتل العديد منهم بينهم أبو علي هذا قائد المجموعة. نعم. هناك انتصارات كبيرة للأبطال ومعنويات مرتفعة وإصرار على اجتثاث هذه الميليشيات. هناك خطط عسكرية محكمة لاستدراج الميليشيات التي تزج بالمغرر بهم من صوب دمار عبر صوب دمار ومحافظة إب من الجهة الشرقية، يحاولوا زج بالمغرر بهم إلى المحرقة، لكن الأبطال لهم بالمرصاد لم يعود من تلك الميليشيات إلا القليل. كل من يحاول التسلل يتم قتله وأسره، وتلك الميليشيات لم تتعب من التسللات السابقة. الأبطال هنا يؤكدوا عزيمتهم القتالية المرتفعة ومعنوياتهم، ويؤكدوا أن لا خيار أمام تلك الميليشيات إلا القتل أو الأسر. هنا رجال وهبوا أنفسهم لله وللوطن لتطهير هذا الوطن من هذه الشرذمة التي قتلت كل جميل. الميليشيات الآن تقوم بمحاولة تسلل في الجهة الأخرى من نعم. جنوب الحارات الجنوبية لمدينة الحديدة، ويتم تلقينهم دروس من قبل أبطال وأخواننا العمالقة الذي لقنوا تلك الميليشيات دروس كبيرة وتم قتل عدد منهم. نعم. محاولات بائسة، وللعلم إن تلك الميليشيات في آخر نفس الآن تنتقم من المواطنين في الأحياء الجنوبية. نعم أشكرك أشكرك مراسلنا في جبهة الساحل الغربية والحديدة الزميل عادل وهب نوران، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تواصل القوات الحكومية تطهير محافظة صعدة لقطع رأس الأفعى محققة انتصارات متوالية على ميليشيات الإرهاب الحوثي في مديرية الظاهر وعلى مقربة من سوق الملاحب. قطع شريان الرئيس للجماعة الحوثية يقترب من أيدي القوات الحكومية كل يوم، هدف ثاني يعلنه الجيش مع تحرير محافظة الحديدة، أطلق عليه مسبقا اسم قطع رأس الأفعى، فخصص لهذه العملية العسكرية عدة ألوية تلقت تدريبا قتاليا عاليا. فعلى وقع المدافع والغارات الجوية يتقدم الجيش رافعا سهمه باتجاه كهوف مران، فخلال الأسبوع الفائت استطاع الجيش إسقاط مجموعة كبيرة من المواقع والجبال التي كادت تحتمي فيها الميليشيات الكهنوتية في الملاحيض، راح ضحيتها أكثر من 220 عنصرا من صفوف الجماعة. فما يقدمه الجيش من إنجازات كبيرة في مهمته العسكرية في صعدة أعطت معنويات عالية في صفوف أفراد القوات المسلحة، فكان لهم اليوم هجوما آخر بمديرية الظاهر جنوب غرب صعدة. احتدمت المعارك عدة ساعات، تمكنت القوات الحكومية من تحرير عدة مناطق وجبال في منطقة المشابيح القريبة من سوق الملاحيض، وسط انهيارات كبيرة للميليشيات أجبرتها على الفرار الجماعي من مواقعهم. مصادر عسكرية ميدانية أكدت لنا عن مشاركة طيران التحالف في عمليته العسكرية الواسعة مستهدفة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبال الخرشعي في المنطقة نفسها، موقعة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم صعدة. ولمعرفة آخر تطورات جبهتي صعدة والقف ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا عبد العالم الدحلان، مرحبا بك يا أخي عبد العالم. نعم فارس صعدة تحية. ما الجديد لديك خلال الساعات الماضية في مستجدات جبهتي صعدة والقف؟ نعم أستطيع أقول فارس أن القوات الحكومية استطاعت التقدم باتجاه سوق الملاحيض، لا يبعد عنها سوق الملاحيض سوى مسافات قصيرة جدا، وسقوط السوق بأيدي القوى الجيش الوطني هي فترة وقت لا غير،
الموجهات لا تزال مستعدة أيضا في غرب السوق وفي غرب سوق الملاحيظة، كانت أيضا قد شهدت جبهات بعض معارك عنيفة جدا في جبل الخرشعي وأيضا في جبهة في منطقة المشابيحة. أستطيع أن أقول أن القوات الحكومية والتحالف العربي أعطى اهتمام لجبهة صعدة كبير جدا بعد محافظة الحديدة والبيضاء، فإن سقطت هذه المحافظة يعني سقطت المحافظة باقي محافظة الجمهورية بأكملها. كان هناك أيضا القوات الحكومية تخوض أيضا مواجهات منذ صباح اليوم، مواجهات متقطعة في منطقة في مديرية باقم وأيضا في منطقة الملاحيظة، استطاعت أن تتقدم بشكل كبير جدا وسط انهيارات أيضا كبيرة للجماعة الحوثية التي نقلت معظم مقاتلها من الجبهات الأخرى إلى جبهات الملاحيظ وجبال صعدة. نعم. تستطيع أن نقول أن الحوثيين يعيشون في حالة رعب جدا من التقدمات الحاصلة في محافظة صعدة. نعم. وأن باتت صعدة الواجهة الرئيسية الآن التي يسير عليها الجيش الوطني. نعم، مراسلنا في صعدة والجوف الزميل عبد العالم دحلان كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي محافظة لحج تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في الشريجة. مصدر عسكري أكد أو أفاد أن القوات أمنت عدد من القرى والجبال الاستراتيجية في الشريجة بعد هجوم على الميليشيات خلف عشرات القتلى والجرحى بصفوفها. وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية تقوم بتمشيط القرى والجبال التي تم السيطرة عليها لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات قبل هروبها. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. تظاهرات غاضبة في طهران احتجاجا على تدهور العملة وارتفاع الأسعار. أظهرت مقاطع تداولها ناشطون تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين من مختلف مناطق طهران إلى مقر البرلمان الإيراني في منطقة بهارستان وسط العاصمة طهران. وردد المتظاهرون هتافات تندد بالسياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية، بما أظهرت مقاطع أخرى ترفيه شعارات تندد بسياسات طهران في التدخلات الإقليمية. كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بانضمام الإيرانيين للاحتياجات، إضافة إلى دعوات للشرطة بتجنب استخدام العنف ضد المحتجين. واتسعت الإضرابات بإغلاق أجزاء كبيرة من بازار طهران بعد إطلاق شرارة الإضرابات في مركز سوق الإلكترونيات بشارع جمهوري وسط طهران. تمثل الألغام أحد أهم أدوات جماعة الموت الحوثية لقتل أكبر عدد من اليمنيين، وقدرت إحصائيات أخيرة بأن عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف أنحاء اليمن خصوصا الساحل الغربي بمليون لغم. مليون لغم زرعته جماعة الموت الحوثية في البر والبحر، لا لشيء إلا لقتل أكبر عدد من اليمنيين، فلم تكتفي بما قتلت منهم طيلة سنوات من مشروعها الدموي، وهذا الرقم المهول من الألقام لم تعهده اليمن طيلة تاريخها.
الألقام الحوثية حولت المناطق المأهولة بالسكان إلى حقول للموت، ومن لم يمت برصاص الحوثي أو لم تناله تعسفات الميليشيات فإن الألقام بانتظاره. الآلاف من المتفجرات تم نزعها، فيما أضعافها لا زالت تحت التراب في انتظار روح بريئة، طفل كان أو امرأة، كي ترديه قتيلا بلا رحمة. ذلك أنها متنوعة الأشكال ومموهة بشكل إجرامي، فمنها ما يكون كالأحجار من أجل اصطياد الأبرياء وقتلهم بدم بارد. نزع الألقام ومساعدة السكان مهام عملياتية للقوات المشتركة إلى جانب المهام القتالية ضد جماعة الموت الحوثية. تم نزع الألقام هذه الدواسات من ميليشيات الحوثة. ومن أهم الأعمال التي تقوم بها القوات المشتركة هي العمليات الواسعة والمتواصلة لمسح ونزع الألقام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي، حتى أنها حولت الساحل الغربي إلى حقل ألقام كبير، وكل يوم تحصد الحوادث ضحايا أبرياء. هناك عمليات نزع ألقام، عمليات واسعة. الميليشيات الحوثية حولت الساحل الغربي إلى حقل ألغام عشوائي، بشكل يومي تصلنا بلاغات عن حوادث انفجار تجاه ضحاياها المدنيين. أكثر من 3000 ضحية جراء هذه الألغام تنوعت بين قتل وإصابة، ناهيك عن إلحاق أضرار بمنشآت وجسور ومزارع وآبار الناس وممتلكاتهم. استخدام ميليشيات الحوثي لهذا الكم الهائل من الألقام والمتفجرات يوضح أنها جماعة تهلك الحرث والنسل في اليمن. هذه العلب برضو عملها الألقام. الأولى القتل المباشر عند أول وجود لها، والثاني القتل المصاحب لتواجدها عن طريق الجوع والتعسفات، وأخيرا القتل اللاحق وهو عند دحرها من المنطقة تبغي الألقام للقتل. وهكذا تنفذ الجماعة مشروعها الدموي في اليمن، حتى بات كل دمار وكل موت يعني أن الحوثيين مروا من هنا. أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على قطع إنترنت شركات المحمول عن مدينة الحديدة. مصدر محلي أكد لوكالة ثاني من ديسمبر أن الميليشيات قطعت إنترنت شركتي يمن موبايل وMTN عن مدينة الحديدة في مسعى لعزل المدينة وسكانها عن أي وسائل اتصالات ومعلومات، مع تقدم قوات المقاومة لاستكمال تحرير كامل مدينة الحديدة بعد السيطرة على مطارها الدولي. إلى ذلك أصدرت محكمة الضرائب الابتدائية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أمرا بحجز أرصدة شركة MTN للاتصالات. وبحسب الحكم الصادر عن محكمة الضرائب في العاصمة صنعاء، فإن الميليشيات استحوذت على أرصدة شركة MTN عبر الحكم الذي تضمن حجز أرصدتها في جميع البنوك والصرافين، بالإضافة لأي مبالغ مالية محولة أو مودعة على حساباتها أو تم تبريدها باسمها. واعتبر مراقبون هذه الخطوة تمهيدا لبسط يد الميليشيات على أرصدة الشركة والاستحواذ عليها تحت مبررات وهمية، كما سبق وأن قامت بالطريقة نفسها مع كيانات وأفراد ومؤسسات وبيوت تجارية مختلفة. الحكومة الأردنية تجري إجراءات تقشف لضبط الإنفاق الحكومي لتضييق العجز في ميزانيتها العامة، والعملة الإيرانية تشهد تدهورا حادا، وغيرها من الأخبار في ملفنا الاقتصادي. نبدأ جولتنا الاقتصادية من الأردن، حيث بدأت الحكومة إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق الحكومي الذي تعهدت به منتصف الأسبوع الماضي كأولى خطوات وقف الهدر وتضييق العجز في موازنتها العامة. وتهدف الإجراءات إلى خفض النفقات الحكومية بمقدار 150 مليون دينار، أي 211 مليون دولار خلال العام الحالي. وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2.8 مليار دينار.
شهدت العملة الإيرانية تدهورا حادا إذ هبط سعر التومان إلى أدنى مستوى له منذ سنوات أمام العملات الأجنبية الأخرى وبنسبة 80%، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 9000 تومان في سوق الصرافة. وتشهد الأسواق إضرابا شبه كامل للمحلات التجارية في بازار العاصمة الإيرانية طهران، والذي يعتبر العصب التجاري داخل العاصمة. وامتنعت مكاتب الصرافة في طهران عن بيع أو شراء العملات الصعبة لا سيما الدولار خوفا من تقلبات العملة الشديدة. وتتراجع العملة الإيرانية منذ أشهر بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية. سيطر التوتر على أسواق النفط لتصعد الأسعار بفعل تعطل إنتاج كندي وعدم التيقن بشأن صادرات الخام الليبية مما حد من مكاسبها، فضلا عن زيادة إمدادات أوبك والصراع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى. وكانت العقود الأجل لخام برنت وصلت 74 دولارا و80 سنتا للبرميل، فيما سجلت عقود الخام غرب تكساس الوسيط 68 دولارا و24 سنتا للبرميل بزيادة 16 سنتا. أكد نائب وزير المالية الروسي أن البنوك الروسية لا تعاني من عجز حاد في رأس المال وليس لديها حاجة إلى ضخ حكومي. وبلغ فائض الميزانية الروسية 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مايو 2018، فيما كانت الحكومة الروسية قامت في عام 2015 وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي بدعم البنوك الكبرى على وجه السرعة بأكثر من 800 مليار روبل بما يعادل 12 مليار و700 مليون دولار. وأخيرا وافق البرلمان البريطاني بأغلبية على بناء ممر جديد في مطار هيثرو في لندن، وهو ما يمهد الطريق لتوسعة المطار بعد عقود من التأجيلات. هذا القرار طالما أحدث انقساما في البرلمان، وقالت وزارة النقل البريطانية إن المشروع سيسمح ب 260 ألف رحلة إضافية سنويا وضخ 74 مليار جنيه استرليني أي 99 مليار دولار للاقتصاد البريطاني على مدى 60 عاما. ختام النشرة تذكير بعناوينها: المستشفيات تعج بجثث القتلى الذين تدفع بهم الميليشيات إلى محارق الموت، وقناص حوثي يقتل طفلة في تعز. تطهير عدة مواقع في لحق وتأمين مواقع في الظاهر والملاحظ بمحافظة صعدة. ميليشيات الحوثي الإرهابية تقطع الاتصالات عن مدينة الحديدة استعدادا لارتكاب مزيدا من الجرائم. انتهت النشرة، إلى اللقاء.